اعتقد شيوع عنصر الشباب في فريق الزوراء ممكن يؤدي الى تحسن الفريق بعد اكثر، ممكن يقدم لنا فريق اضافه. احنا المهم عندنا بالنسبه لنا تاريخيا نتمنى يتاهل للدور الثاني، لانه معيب فريق بحجم الزوراء يخرج من دور المجموعات، وخاصه تتحدث عن بطوله كاس الاتحاد الاسيوي، البطوله يعني الثانيه دوري ابطال اسيا. المحترف أوباري يقدم نفسه بشكل واضح اليوم في هذه المباراه، يسجل هدفين، يعطي الفوز للزوراء على الرغم من ملاحظاتنا على محترفي الزوراء. يعني هو هذا الموجود، يعني بدا يدخل اجواء الفريق، يعني ايضا هو مستوى عالي جدا يعني، لكن هو بدا يؤدي دوره للامانه. حتى المباراه السابقه امام القاسم سجل، هذه المباراه سجل، بمعنى المهاجم يعني ما راح تاخذ اكثر من عنده غير التسجيل.